دراما تقول لي انه هاي النوعيه من الليب لاينر ما بتنبرت لك بلك كيف من قال لك من دون ولايه شو عمان لا حتى الزبر غير بارد ما بعرف اذا عم بلش انفع ايش واصله باثنين ما بعرف انا انت مصريه يعني بس والله لونه كتير حلو ما عليك انه بس خطط تيكو على السريع بس لونه كتير حلو وين الغطا؟ وصلنا كمان هذا البان للشعر جبت كنت محليل وحليل يعني هيك انت ايه بنتي حره ارتفاعيه ومتزيه وبزيون غزه شو رايكم شايفين هلا ايكو هيك فيكم تعملوه بهي الطريقه انه بدون غره تمام وفيكم تعملوه هي اذا بدك يعني ما تحطي مكياج مثلا ايوه تمام فيكم تعملوه بالطريقه اللي عملتها السيدرا انه عادي تنزل غره يعني هيك حلوة شو رأيكم فيها ندمت كان مفروض على فكرة اجيب الالوان كلها يعني مو بس هاي السودة لانه حرفيا حلوة كثير حلوة بس انا حزيب ليش ما جبته لانه كان عم يعطيني انه في نقشة من تحت مو حلوة هذا الباند كمان حلو تلبسيه مع بيجامة كاجواء رياضية او مو شرط ممكن اذا لابسه توب اسود وجينز كيف تلبسيها مع شو ما بدك وبوت اسود فبيطلع كمان كثير حلو ما شرط يعني ماشي رياضي بالموضوع اوكي نشوف هلا هون ايه صح هون في خنخال بالموضوع اوه جايب تسمول سيدرا جايب هاي البيجامه جايب هاي البيجامه مسكه تقلب البيضة هذا البنطلون تبعها يعني هي بيجامة بيت بس حبيت انه جايبتها سمول وجايبتها باللون انا هذا اللون المفضل اي هذا اللون المفضل لسيدرا كثير بتحب هاي الالوان لانه النوعية اللي طلعت هلا غير النوعية اللي بستخدمها انا اطلقها اللي انا مسويتها النوعية بعدين هذا لك ايه نوعيتك طيبة اكثر اوكي لكو هاي هاي البيجامة الي هاي نلبسها انا وسرا لأنه لبس المقاطع صح؟ صح عايزين تشوفه كتير كتير حلوة حتى لونها حلو شوفوا بيجي الليجنز المادي مع الخطين البيض من على جنب وكمان بيجي من تحت قصير يعني ما بيجي طويل ايه انا وسيدرا غير مو نفس الاذواق ابدا وهي الكنزه تبعيتها كمان بيجي من الكتف الخط الابيض انه هي طقم فهمتوا علي تمام وهي هيك هي على فكره مو تلبي هي بيجامه كامله انا بحب هي النوعيه البيجامه كثير مع بوت ابيض تخلو زهري طلع شغله على البك اسمه هذا هو هي من تحت ايه من تحت ولا من فوق لا من تحت ايه عشان هي كثير لذيذة رفيقتي كانت انا رفيقتي متحمسة
هي من جيجي زعلت. بتحس اجرب هدول برمشه برمشه جيني ايوه يا سلام. بس ايش التشبيه يعني؟ كنا هيك مكملها. كان لازم جيب بند ابيض. بص الابيض يلا اندمج اندلا جربه وهي بتستخدم منه. هلا اعتقد انه انا شو اسمه ما بعرف يمكن هدول الشائين اللي وصلتهم يا سيده. اما البقايا ما بعرف اذا بس شيء ليك. وهي البيجامه السمر كمان عارفه ايه بعرف انه لك بس حبيت الرصيدة جايبة سمول ليك. وهي البيجامة نقشت البنطلون تبعها بتيجي معلقة. على فكرة انا قلت لك بس سمول لانه هدول نوعيتهم بتيجي يعني كثير عريضة. مدرب البنطلون معرق كثير حلو والكنزة سادة. حبيت مدرب هي البيجامة لانه بتيجي كنزة سادة والبنطلون معلق ولونه كمان كثير حلو. طبعا يعني هذول مو مبين وغير على اللبس. شو قلتي؟ قال سيدرا متحمسه فحيلي خلينا نشوف. اي شوفوا شوفي شو هاي؟ وين رايحه؟ وين رحتي؟ كثير حلو هي. بس ليش كمان اللون؟ ليه ما جبتيه مثلا اسود؟ هي بت انا عندي اسود. لا عندي اسود. انا هي اللون ما عندي منها. بيجي جاكيت بيجي بنطلونه وجاكيت. بنطلون يعني جاكيت لابسيني لبسي. يلا روحي مشوار. على فكرة بتعرف هلا صايرين عم بيطلعوا بهي البيجامة لبرا؟ لا مو لهالدرجة، كيف بيطلع بهي البيجامة لبرا؟ عن جد ما عم بمزح، أنا ما عم بمزح. يعني استنى شوي بابا اللي شكل. لا لا مو لبلي، أنا هيك بحب البسها هيك. شوفوا يعني هيك موديل الكمام. وهي جبتها سمول كمان. الحبلة تبعها وينها؟ مو سمول؟ والله ما بعرف، وين الحبلة؟ آه مربوطة لوين؟ يعني؟ تسمع مبين هذا الأمر. هي جايبتها سمول هيك. منيح جايبتها سمول. شوفوا هيك. مشان أنا قلت لي بس. مو لكم هي إيه؟ إيه بس مشان ما بيأثر ما بيأثر بس من بعضنا إحنا عادي. حبيت أنا وجيجي أنت يا سيدرا تيجي علينا جايبتها سمول. ما جايبتها سمول. كمان. سيدرا تتذكري الفستان اللي قلت لك وصيلي منه؟ فستان. هي أنا كمان جايبة فستان. أوه هذا كثير حلو لونه أحمر. اوه مش علي؟ يا علي؟ برافو سيدرا برافو برافو سيدرا حبيت. شايفين؟ اوه لا لا شوفوا هاي. بس هيك انا كنت تبعيتها. اه فستان. شو كان مقاسه؟ او شو كان لونه؟ والله يا الله على هدول سيدرا. اعتقد هذا هو. شوفوا شوفوا هيك بيجامة هي لونها هي لونها حلو. هي لبس تبعيتي الحمرا. ايه بدي اقول لك نفس انا جبت زهريه نفسها تماما. اكيد مو اكسسوار. هي ميديوم. هي جايبتها ميديوم. هي مشاني مشان سيدرا. مو سيدرا. هي مشانك ومشانها ايه. بس حتى لو ميديوم حتطلع يعني كنزه هي موديلها صغير قصيره. ميديوم قصير يعني سيدرا جابت ال انا عم تحكي؟ لبالي اسخى كف استنى هيك استنى انا متحمسه استنى بس اعطيني لو شو اعطيني هذا شو؟ فستان بيجامة فستان بيجامة على أي بيجامة مو فستان قريبة نفس النقشات عم تجيبي سيدرا؟ ايه نفس على فكرة نفسها بس هي حمرا. نفس النقشات عم تجيبي؟ نفس الهدية. لا أنا بحب هالنقشات. لك ايه بس في من هي النقشة عندكم كمان اللي عرفتيهم؟ ايه أنا كثير عندي نقشة كثير عندي منهم بس أنا هذول عم توزعوا هي شايفين جابت منها تنتين النهدية والحمرا هي البيجامة. بس هي قولي اللي مقوى بس عم نقوض مش هاي باينة تقيلة شو هاي البيجامة؟ يعني شو هاي شو هاي؟ شو لا مو شو هي؟ يا شو بنطلع بجيك زي كبير انت شو جايبتي؟ فرجيك هون فستاني هلا فستاني اعتقد فستاني هلا ايه فستاني ماش توب الجنب توب ما بقى حسيتها شوب هلا لا لا تلبس انا بلبس انا بردانه انا بردانه انا بردانه هاي البيجامه الزيتيه بتيجي عريضه كثير من تحت
ميديوم هي حلوة بعد شهرين بلاقي هي تبع بعد شهرين لا شو بيجي جرام وبيجي ضيق على قد جسمي وطويل على الركبة لأن بتذكر هذا جبته سمول شايفين طلعت كثير حلو على اللبس وإلى شقة من على جنب يعني أعتقد شقة واحدة شايفين حرفيا أنا بتعرفوا بحب اللي الشقة من على جنبين يعني مو على جنب واحد شو أعمل شقة من الجنب بس لونه تركوا شو رأيكم حسب بقى مع الأبيض والأسود بما إنه داخله أبيض وأسود هذا الستايل يعني شايفين لما سيدي أعطيكم سيدي وصيت نص الطلبية أنا كم غلط بس جبت إلي الباقي كله إلى كان بس حبيت لونه سيسي والله تقولي سيسي مو شايف الغرق لأنه نحنا شو بصير بيناتنا لأنه بوصيون ما لي شايف إنه تشوفون اللي هي بتوصي ما بتشوفون بس عادي لأنه نحنا أيام مو بنفس المقاس يعني مثل هي أنا مبارح جايبة منها بس باللون الخمري يا لون الخمري تماما عندي منها تماما اللي قلتلكم إنه نفس الزهر بس الزهر إلى كلام والنص باللون الأبيض أما هي بتيجي سادة تماما بس هي على فكرة حسيت كنستها أضبط من هذيك الزهر بس لونها حلو أنا الزهر ما جايبتيها ميديوم هي بيجي علي بس ممكن تطلع شوي عريضة وعادي أصلا هي بجامة موديلها يكون عريض وهي بجامة طلعة على فكرة يعني حلو كتير للطلعة لسه في عنا هذا شوت ما بعرف هي إلي كمان نسيت هي كتير حلوة شوفوا يلا مثل ما تقولي بس غراض سيدي يعني هني كم غراض هني كم غراض هي البيجامة للطلعة باللون الخمري تمام هي جاكيتا وطاقيتا وكمان بنطلونة يلا انت بخون مفاجئ شايفين بيجي ضيق من فوق لتحت وبيجي كمان الخصر عايل يعني كمان عايل عند الخصر اوكي جايب بس منيح ما جايب اكسسوار ما بني شيء بفهم يعني بس والله نسيان يعني انا اصلا جايبه هيك انبسطت حتى لونه كثير حلو كمان في شيء هون كمان ليش ما عم بيخلصوا؟ طيب لك هي إلي كمان عن جد هي إلي لأنه سيدرا بتذكر جابت البيجامة السوداء بس شوفوا شو أنا عملت جبت هي شوفوا وجدت معها لا هي نزلت معها وجدت معها لكم هي موديلة مو سوداء سادة مثل تبع سيدرا وقماشة البيجامة أتقل من قماشة سيدرا الليجنز بيجي سادة إله جيب من هون عشان إذا كنت عم بتمرن وحطيت موبايلي يا إله هذا الله هاي ايوه اللي بتمرن انا ما بعرف